to a specific population, لأنه هذا شغل الطب الوقائي وهذا شغل الـ surveillance labs. As polygotyping. اكتشفت as polygotyping هذه السيدة اسمها جوديث كيمربيك في هولندا في تقريبا 97. السيدة جوديث هي أخصائية مختبر. ما عندها ماستر ما عندها بي اتش دي. هي كانت بتفكر في وقتها في أول تقنية وجدت كانت الـ RFLP اللي تعتمد زي ما قلنا على أنه في restriction fragments في مناطق معينة باستخدامات الإنزيمز ممكن أنا أكسر الجينز حتى الـ MTP complex وأمشيها على الأدروز جل وأشوف الباندز وأقدر أقول والله هذول الباندز زي بعض معناته بنفس الـ strains. بدأت تفكر على مستوى أعمق. هي كانت شغالة بنفس المختبر قابلت جوديث كيمربيك عام تقريبا 2005 بعد ما أخذت الاختراع ونشرت البيبر حقها تركت كل الساينس وتقاعدت وراح جلست مع زوجها وأولادها وشي is far away من البوليغوتايبينج nowadays. الفكرة بالموضوع أنه أحيانا يعني simple thinking في المختبرات نقدر عن طريقة نحن نطلع يعني حقيقة اختراع كبير للعلم واختراع كبير للعالم. كانت فكرة حقيقة جوديث كيمربيك فكرة إنه إحنا ليه ما نطلع تكنيك نقدر نستخدمه على السبيوتر؟ ليش أنا ننتظر إلى إنه أنا أزرع على التي بي وانتظر طبعاً إحنا عارفين التي بي slow grower وست I have to wait for more than probably 6 weeks and I have to go through the tedious techniques of RFLP. I can do something much better. كان طبعاً تركيزها في البوليغوتايبينج على نظرية معينة. طبعاً نظريات ما بتجي من فراغ. نظرية دائماً طالبة من إحنا بنقول في الـ RFLP في عندي restriction fragments نظرية إن أنا أقدر أكسر الجينز حقي إلى عدة مفاصل باستخدام different enzymes. جوديث قالت أنا الميكوبكتيريوم tuberculosis complex صح هما زي بعض كلهم عرب زي ما قلنا أنا وفاضل زي بعض وكلنا شكلنا زي بعض لكن we have differences. كانت بتقول إنه الـ MTP complexes عندهم differences في الـ TR regions. الـ TR regions مو زي بعض التركيبة حقة الجين زي ما قال دكتور عمرو سواء على مستوى الكبيرة أو مستوى السنبس بتختلف. هذه الفاريشن أنا ممكن استغلها وأقدر أقول والله هذه الفاريشن are potential or non potential. هذه have significance or medical significance or no. فقدرت إنها هي عن طريق specific حقيقة pure technical حقيقة theory إنها تقدر تتعرف على direct repeat regions اللي من خلالها وجدت انه في فراغات، الفراغات هذه اللي قلنا بـ PCR techniques بـ primers معينة اني اقدر اعرف انه في فرق بين هذه السترينز والسترينز الاخرى. طبعا الصورة اللي اسفل زي ما قلت لكم هي بتبين النقاط، انه بتطلع لنا كل spacer على شكل نقاط. احنا الصورة كنت نوعا ما معكوسة الـ TR regions هذه اللي ما بيصيرها amplifications أنا ما بقرب منها، أنا أشتغل على النقاط الفراغات اللي موجودة بين الـ TR regions. الفراغات هذه هي اللي بتطلع لي على شكل نقاط. لو أنا عندي مثلاً فراغين هنا وعندي فراغ هنا أو عندي 10 فراغات وبنشوف الأمثلة الأخرى، كل فراغ بيمثل لي نقطة قدرت عن طريق آلة الـ BCG أو اللي إحنا بنستخدمه في التطعيم، فصيلة اللي إحنا بنستخدمها في التطعيمات هذا الشكل حقها. الـ H37 هي الـ reference strains اللي احنا قلنا بتمثل الصورة الكاملة للـ MTP complex فيها كل الجينوم حق الـ MTP complex بهذا الشكل. وبدأت تقارن نتائج المرضى وعينات المرضى وتشوف ان كل واحد بيختلف عن الثاني عن طريق الـ spacer sequence اللي هو موجود. طبعا هي كانت تتكلم على طبعا specific area هي direct repeat region في Mycobacterium tuberculosis complex. وطبعاً قدرت أنها هي to define specific primers للمناطق اللي موجودة بين الspacers هذه مع specific probes. إيش هتسوي؟ هتسوي annealing primers واحدة جهة biomulated وتخلي الhybridization probes عرفتها للثلاثة أو 34 منطقة خلال الـ DR regions هذه. وقدرت أنه أنا الفروقات في الثلاثة وأربعين نقطة هذه هي اللي أقدر عن طريقها أقدر أفرق بين السترينز واحد والسترينز اثنين أو المريض واحد والمريض اثنين. لو تخيل أنه هذه سترينز مختلفة لمرضى مختلفين، الفراغات اللي هي موجودة هنا في السترينز هذه تختلف عن هذه تختلف عن دي، فأنا قدرت أن أركز على الفراغات اللي موجودة هذه
the specific primers be 43 oligonucleotides انا اقدر عن طريقها ان انا افرق ما بين واحده سترينج والثانيه. كيف حنسوي هذا الشيء؟ اول حاجه هي بتسوي ايش؟ يقدر تسوي القالب اللي احنا بنتكلم عن ال 43 الممبريز اللي تحتوي على 43 الممبريز عباره زي الورقه بيضه صغيره نص ورقه اي 4 صنعت عليها كل النوكليوتايدز اللي هي بتقول انهم هم سبيسيفيك فور ذيس ريجنز وحطتها على الممبرينش هذه. صارت كل عينات المرضى بتمررهم على ايش؟ بتمررهم على هذه المناطق اللي بتشوف في بيربنديكولار في شكل عمودي. حمررهم طبعا كل منطقه من المناطق هذه الاوليغوس فيها متشابهه على مدار الخط ده، الخط الثاني، الخط الثالث. لكن اللي بيختلف هو تواجد العينات حقت المرضى اللي بتنحط بشكل عمودي بحيث رجلي من واحد الى الاخر. طبعا في عندي مانيبلوتر يعني قريب من اللي بيستخدموه في الار اف ال بي. بحط كل عينه زي انتم شايفين بتقنيه بسيطه قدرت تفكر ان احنا ممكن كل واحده عن طريق زي البمب اني انا انزل العينات اللي هي موجوده عندي في سبيسيفيك شانلز على الممبرين اللي هو موجود عندي، وبعد كذا احط طبعا البرايمرز اللي هم موجود عندي اللي في العينات اللي انا بستخدمها اللي انا بنزلها على الممبرينز هذه بكون حاط فيها برايمرز بايوليتد في بايوتين. حنعرف ليش فكره البايوتين وفين جت فكره البايوتين او ليش انا احتاج البايوتين. هي حقيقه جوديث كامر كانت عندها سنس اوف ساينس، يعني استفاد من تجارب الاخرين في الراديولوجي في عده يعني ديفرنت تايبس اوف تكنيكس، وقدرت انها هي تجمع اشياء تطلع بالاسبوليوتايبنج. قالت البايوتين لانه مشع ممكن يعطيني صوره، ممكن يعطيني لون، ممكن ان انا اطلع عن طريق الراديولوجي ان انا اطلع بالاكس راي فيلم ان انا اطلع شكل الكليت هذه بطريقه اوضح. طبعا لو اخذنا البرايمرز على سبيسيفيك ليجنز حيكون عندي بي سي ار برودكت كابتشر باي اوليجوز، الاوليجوز اللي هو موجود على الممبرينز. اذا كان موجوده هذه الطبعه هذه موجوده فعلا في عينه المريض حتمسك البرايمرز اللي فيها البايوتين. وطبعا سبيسيفيك طبعا ستريبتوفيدين في شيء يسمونه ستريبتوفيدين حيحول لي ال سوري ما هي واضحه الصوره، حيحول لي اتش تي او الى يمنول. اليمنول هذا مشع مضيء اقدر عن طريق اكس راي فيلم، تعرفون الاكس راي حق الاشعه الفيلم حق الاشعه. الممبرين هذا بطير طبعا هو شغل متعب شويه بياخذ له تقريبا 4-5 ساعات. الممبرين هذا يسوي في بفرز بطلعه بسخنه ببرده الى انه اوصل بالاخير اني اتاكد زي شغل بالضبط اللايت سايكل. اللايت سايكل ايش بيصير؟ بس انه بسخن الى اني انا اتاكد انه بيصير عندي كوبيز بتصير في كل سايكلز من السايكلز حقت البي سي ار بنفس الطريقة. استطاعت بكنا بطريقة تسخين أن البي سي ار سيت اب اللي موجود عندي بيصير في الطرق الاوبتيمال في الطرق المثلى باستخدام ديفرنت بافرز. بعد ما اتاكد انه صار بايندينج للبرايمرز اللي عندي للريجنوكليوتايدز اللي موجودة على الممبرينز اخذ الممبرينز هذه واقدر اني انا احمضه زي ما بيحمضوا الافلام زمان. الناس اللي بيفتكروا او اللي عارفين زمان تحميض الافلام كان بيصير في غرفه كده مظلمه بتتحط في مويه وبعد كده تتطلع بتعرض الممبرين بتحط عليه اكس راي ثم بتخليه مثلا 45 دقيقة الى 50 دقيقة وبعدين تحطه في محلول اللي هو بيحمض الافلام وبتطلع صوره الفيلم حقيقه. خرجت على عجل كنت اتمنى اني انا اجيب بعض الافلام الاكس راي فيلمز اللي كان ممكن تشوفوها لكن بيطلع لنا بهذا الشكل. الشكل الاخير لما انا احمض الفيلم اللي موجود عندي طبعا بيطلع اكس راي فيلم لو حطيته انا على ورقه بيضاء يطلع لي بهذا الشكل. بهذا الشكل طبعا الاوليجونيكليتايز زي ما قلنا هي بتطلع اللي هو بالخط العرضي اللي هو موجود عندي انا بهذا الشكل بالمسارات، والسترينج انا بحطها بالشكل الطولي او الشكل العمودي اللي بيطلع لي ديفرنت تايب اوف مايكوبكتيريوم تيوبركلوزز طبعا different sizes and different shapes.